صباح النور، مزيان اللي لقيتك باقي هنايا. الله يرضي عليك، ديني لاجونس نصرف هذا الشيك. ولكن راه غنتعطل على الخدمه. ماما ماما كل الخدمه ماما الميمة. هذا راه شيك ديال سياش بنك. هي عرفته يوم من بعد. تقدري تصرفيه في اي اجونس سياش بنك فين ما كنت. بحال هاد لأول مرة في المغرب وبدون تكاليف إضافية، كيمكن لكم تحطوا تصرفوا وتوضحوا شيكاتكم أو الوكالة في طريقكم وفين ما كنتوا في المغرب. بنك الغد معاكم اليوم. هك حسب معايا حسب